السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى قد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.